والاندرستاندنج بوليمورفيزم. لازم نفهم في الاوبجكت اورينتد ايه هو البوليمورفيزم وماشي ازاي والتدخلات بتاعته. البوليمورفيزم يعني المقصود بيها تعدد الاشكال. يعني ايه تعدد الاشكال؟ الحاجه الكود هو هو وبيشتغل معايا كل مره بشكل مختلف عن الايه؟ عن الشكل اللي قبليه. يمكن اديكم معانا نبذه قبل كده واحنا بنبوست الكلام. بيتكلم معايا نوت في البوليمورفيزم كاوفر فيو بيقول ان ذيس ليسون يو ويل ليرن اباوت تتعلم عنه اكستندنج ذا فانكشناليتي ازاي هيتم توسيع او هنوسع مش هنشتغل بشكل اكبر الفانكشناليتي اللي هي عمليه التوظيف اقصد بقى طبعا اللي هي الفانكشنز والحاجات دي ان كلاس افتر ايه انهيرتنج فروم ابيز كلاس. بيقول لي ازاي ناخد الفانكشنز ونبدا نظبط فيها شغل مش بس مجرد احنا ورثناها من الايه؟ من البيس كلاس وخلاص. طيب. وعايزين نتكلم على حاجه مفهوم اسمه الاوفر ريدنج ميثود غير الاوفر لودنج. حكينا الاوفر لودنج ده اوفر ريدنج ميثود ازاي بنقدر نعمل اوفر ريدنج اوفر ريدنج ميثود في الدريفت كلاس الكلاس اللي هو الايه اللي وارث جايني كويتشنز. المفروض الاسئله دي بتدلنا على الموضوع ماشي ازاي. بيقول لي هاو كان ذا فانكشن خد بالك بقى معايا اوف ا كلاس بي تشينجد هل يعني او قد ايه او يمكن ولا ما يمكنش ان الفانكشن المقصود بها الميثود ده ان هي تتغير بعد الوراثه منها. يعني انت ورثت من الايه؟ انت ورثت من البيس انت ورثت من البيس كلاس بتاعك او من السوبر كلاس بتاعك ما هي قد ايه بتقدر تغير في الميثود اللي انت ورثتها دي. خلاص طيب هاو ار ميثود اوفر ريدنج ازاي بقدر اعمل اوفر ريدنج للميثود. بدا معايا بمثال على طول بيقول لي حاول تبريدكت الايه الاوتبوت حاول تتخيل الاوتبوت بتاعك هيبقى شغال ازاي. عمل لي بابليك كلاس ايه وعمل لي كلمه جديده في الميثود قال لك بابليك فيرتشوال فويد سي. هنا في ميثود بس عنوانها بكلمه فيرتشوال خلاص اسمها وسماها سي. ايه اللي بتعمله؟ قال لك ما بتعملش اي حاجه غير ان هي بتطبع ايه يعني بتعمل عمليات معينه خلاص وليكن العمليات دي هي طباعه حرف الايه. وعمل بعد كده بابليك كلاس بي وقال لي بي ديت بتنهرت من الايه. لا ركز معايا قوي حيث اللي محتاجه تركيز كلاس بي وكلاس بي وارث من كلاس ايه. بعد كده عمل بابليك اوفر رايد فويد سي. الله كان في عندي في البيز سي على فيرتشوال وفي عندي هنا هو في السب سي بس على اوفر رايد خلاص. طبعا لو ما كانش فينا اوفر رايد مش عارف كنا نعمل ايه. المهم كونسول دوت رايت لاين بي يبقى انا عندي سي فوق وعندي سي ايه وعندي سي تحت. بيعمل حاجه جنان خالص تحت عمل ايه؟ قال لك ايه والكلاس بتاعنا والاوبجكت بتاعنا اسمه ايه؟ بي سمول. يبقى بي عباره عن اوبجكت من ايه؟ لا بس لما جه انشئ قال لك بتساوي نيو بي انشئ على اساس ان هو ابن عمل كونفرتنج عادي. وطالما ان الكونفرتنج هينفع لان طبعا من الصغير للايه؟ او من السب للسوبر ومفيش مشكله صح؟ فبيساوي نيو بي فانشئ هنا بمين؟ يعني شغل الكونستراكتور بتاع البي. يعني البي هي اللي شغاله بس مبنيه على اساس مين؟ على اساس الايه؟ السؤال بقى اللي هو بيقول لك بريدكت بقى ذا اوتبوت بقى. بيقول لك بي اللي هو ده دوت سي. يا ترى بقى هيقول سي هينطق بقى يقول لك ايه؟ ولا انت يقول لك بي؟ بي ولا ايه اخر كلام؟ احنا نروح الاسم. الحته دي ممكن نلعب فيها كتير جدا. ممكن نلعب فيها كتير جدا. عايزين طبعا فيرتشوال يعني حاجه ممكن تقول افتراضي ممكن تقول وهمي ما اعرفش بس يعني ايه عايز تقول يعني حاجه كده مبدئيه ممكن تمشي برضه لو انت عايز تقول كلمه مبدئيه. بس انا عايز اشوف كده بعض التغييرات مش هقول بس المثال ده. انا عايز اغير كام حاجه كده عشان نثبت كام معلومه في دماغنا. لو عملنا كده غيرنا كذا يحصل ايه؟ لو غيرنا كذا يحصل ايه؟ لو غيرنا كذا يحصل ايه؟ لان في اسباب كتير ممكن تخليك تبقى عندك مشكله في التغيير. ماشي. هفتح اي كونسول ابلكيشن من اللي موجودين عندنا.
ده مكتوب جواه حاجات كتير. Define new project، اختاروا كونسول كده بس لمجرد ان احنا بس هنطبع بس حاجات مش محتاجين شاشات دلوقتي. طبعا كل اللي مضايقك شيله، مش عايزينه خالص. اي حاجه تضايقك شيلها، خليش بس غير ايه، غير الكلاس والميثود اللي اسمها مين، اللي هي اول ميثود بتشتغل اوتوماتيك، اول ميثود بتشتغل ايه اوتوماتيك جوه الكلاس او جوه برنامج الجافا ذات نفسه. المهم تعال نعمل كلاس كده هسميه ايه، ما لناش دعوه دلوقتي ما شرحناش لسه، خلاص لما يجي وقتها. كلاس ايه وكلاس اللي اسمه ايه دوت جواه بابليك فيرتشوال فويد اسمها سي. خلاص الكود بتاعها بيعمل ايه، كل اللي بتعمله كونسول هي المفروض سيستم دوت كونسول، لان طبعا احنا شلنا كل اللي فوق، سيستم دوت كونسول دوت رايت لاين. واحد يجي يقول لي خليته يطبع ايه بالمره، احنا بنتكلم. عايز اقول لك هو اساس الكونسول ده، ده كلاس، ده كلاس مفيش مشكله خالص، حتى لو وقفت عليه كده يطلع لك كلمه كلاس سيستم دوت كونسول. ورايت لاين دي ميثود موجوده جوه الكلاس صح؟ لا، بس هو مجمع كل كلاس اللي اسمه كونسول وشويه كلاسز ثانيه، مجموعه من الكلاسز تحت باكج اسمها سيستم، تحت باكج اسمها ايه؟ سيستم. هنتعلم ازاي نعمل باكج، بس هو كده عمل تحت باكج اسمها سيستم. الفكره كلها ان انت كده كتبت اسم الباكج، ممكن اسم الباكج يبقى باكج دوت باكج دوت باكج، مش مشكله خالص. اسم الباكج دوت اسم الكلاس دوت الميثود اللي انت عايزها. فهتلاقينا في اغلب الاحيان لما يكون في باكج رئيسيه وبنستخدم منها مجموعه من الكلاسز، يكون في باكج رئيسيه وبنستخدم منها مجموعه من الكلاسز، ما بنحبش نكتب الاسماء الطويله دي. فبنختصر، بنعمل ايه؟ بنستدعي اسم الباكج فوق ونستخدم اسماء الكلاسز مباشره، اسم الكلاس واسم الميثود وخلاص. فانت ممكن تيجي فوق هنا خالص اول سطر خالص وعامل كلمه يوزنج. يوزنج يعني الصفحه دي او الفايل ده بيستخدم ايه؟ هقول له بيستخدم الباكج اللي اسمها سيستم، معنى كده الباكج دي او النيم سبيس، ساعات بنسميها نيم سبيس او باكج. يبقى كده الباكج اسمها سيستم دي بكل الكلاسز اللي اتبنت جواها، انا كده بقت متاحه ليا ان انا استخدم الكلاسز بتاعتها بشكل مباشر بدون ان انا اكتب اسم الباكج دوت اسم الايه؟ دوت اسم الكلاس. كده بقى متاح لي ان انا اقول اسم الايه؟ اسم الكلاس بشكل مباشر، اقول كونسول دوت رايت لاين مش هيقول لي لا. ليه؟ لان انا عملت استدعاء للايبراري او الى النيم سبيس او الى الباكج اللي اسمها سيستم واللي فيها اوريدي مجموعه من الكلاسز اللي انا هستخدمها في الصفحه بتاعتي، بس عايز استخدمها بشكل مباشر وبدون كتاب اسم الباكج دوت اسم الايه؟ الكلاس. لان ممكن كمان في بعض الاحيان توصل لاسماء اطول من كده، اقول اسم الباكج دوت اسم الباكج الداخليه دوت اسم الباكج دوت اسم الباكج دوت اسم الكلاس. فلو عندي خمس ست كلاسز بستخدمهم هتبقى كارثه. خلاص فبستخدم دايما ايه؟ يوزنج واسم الايه؟ الباكج انت عايزها مره واحده فوق، وبعد كده تكتب اسم الكلاسز بشكل ايه؟ مباشر. خلاص؟ طيب هاجي بقى وعامل كلاس ايه؟ كلاس بي. واجي اقول الكلاس بي ده بينهرت من الكلاس ايه؟ بينهرت من الكلاس ايه؟ خلاص؟ طيب كلام جميل. واعمل جواه بابليك بس مش فيرشوال، حاجه اسمها اوفر رايد. هتشوف دلوقتي هتعمل ايه؟ خلاص؟ وفويد برضه. وسميناها سي. خد بالك هو طلع لي سي. بعد كده قال لي ايه؟ ان لو انت عاوز تنادي، سيبها دي دلوقتي. ارجع لها بس فكروني ان انا اشرح بيز. خلاص؟ قمت قال هنا ايه؟ جوه دي كونسول دوت رايت لاين بي. ماشي. عندك التو كلاسز بالشكل ده. فانا عندي مشكله دلوقتي اشغل ايه ولا اشغل بي؟ هيشغل ايه ولا اشغل بي؟ انا مش عارف. لما اجي هنا في الشغل بتاعي في الكود بقى اللي هو مفترض اللي هو المين ده اللي هو زي تحت الزرار كده يعني. قمت عامل ايه؟ وسميته اكس. ده الاوبجكت بتاعي من الكلاس اللي اسمه ايه؟ وده بيساوي نيو بس انشاته بي، بس انشاته بايه؟ بي بي. وجيت هنا قلت اكس، يا ريت تركز في الحته دي دوت سي.
اكس دوت سي. الناس بقى اختلفت هنا، في ناس قالت ايه وفي ناس قالت بي. لو جينا عملنا كنترول اف 5 طبع لي بي، ما طبع ليش ايه. طيب ماشي، هو طبع لي ايه وما طبع ليش ايه، طبع لي بي وما طبع ليش ايه. يعني معنى كده ان هو استخدم الجزء اللي تحت، واللي فوق تم تغييره. اللي فوق تم تغييره. احنا اتكلمنا عن حاجه شبه من كده تقريبا المره اللي فاتت، عايز افكركم بيها. بس بتاعت المره اللي فاتت حاجه وبتاعت المره دي حاجه ثانيه. خلاص؟ المره اللي فاتت كنا ما كناش كاتبين ايه؟ فيرشوال. صح؟ ولا اوفر رايد. كنا عاملين كده. كنا عاملين هنا سي وتحت هنا ايه؟ سي ثانيه. تحت هنا كنا عاملين سي ايه؟ سي ثانيه. طيب ماشي. لما جينا بصينا على السي الثانيه طلع لي كده تحذير على السي الثانيه اللي هي في الايه؟ في الكلاس اللي وارث. بيقول لي سي اللي انت اشتغلت بيها دي بتعمل حاجه اسمها هايد. بتعمل حاجه اسمها ايه؟ هايد، بتخفي. ها؟ بتعمل عمليه اخفاء. الانهيرت يعني بي دوت سي، يعني الكلاس بي جواه مثل اسمها سي، بتهايد الانهيرتد ممبر، بتخفي شغل الممبر اللي موجود جوه الكلاس اللي اسمه اي دوت سي. خلاص؟ لو انت هو بيقول لي كده، لو انت عاوز تلغي اللي فوق وتبقى هي البي اللي شغاله، فبيقول لي لازم نستخدم كلمه اسمها نيو، تبقى كلمه صريحه. كلمه تبقى كلمه ايه؟ طيب انت كده بتقول ده نيو واللي فوق ايه؟ انساه. انا عايز اعمل نيو فيرجن اوف ميثود. يعني معنى كده لو انا عندي، ثبت المعلومه الاول، لو انا عندي البيس كلاس بتاعي في مثلا 10 ميثود، وانا عملت كلاس ثاني ورست فيه ال 10 ميثود وضفت 2 ميثودز من عندي، بقى كده مفترض ان الكلاس اللي وارث دوت فيه كام ميثود؟ 12. بس عندي من ال 10 انا ورثتهم في 2 بيشتغلوا بطريقه عايز اغيرها خالص، 2 بيشتغلوا بطريقه عايز اغيرها خالص، يبقى اعمل ايه؟ يبقى اجي عند الاثنين دول اخليهم، اديهم كلمه نيو، اديهم كلمه ايه؟ يعني اجي بعد كلمه بابليك وقبل كلمه فويد او كاتب هنا كلمه ايه؟ نيو. بقى معناها هنا ايه بقى بيقول لي؟ هنا بقى معناها بيقول لي خلاص انا عرفت ان سي دي عباره عن نيو فيرجن اوف ايه؟ اوف سي، يعني فيرجن جديد من الايه؟ من السي. خلاص كده؟ طيب ما رجعش لسه، ما شرحتش بالتفصيل الفيرشوال والفويد. هنا اهو طبعا لو انا عامل كلاس اسمه بي بيساوي نيو بي وناديت على سي، فمن المفترض كده عقلانيا ان هو هينادي على الميثود بتاعت البي، ملوش دعوه بالاي خالص. لو عملنا كنترول اف 5 قال لي بي وماليش دعوه بالاي خالص. قلت له طب ماشي، طب لو انت عاملها اصلا ايه بس انشئت كبي، خلاص كده، وعملت كنترول اف 5 برضه هيشوف الايه. هي دي بقى اللقطه اللي احنا عايزين نتكلم عليها. هقول تاني، ما تعبطش ولا حاجه، بسيطه جدا. هقول تاني، انا دلوقتي ايه اللي دخل في بعضه؟ هو في حاجه قلناها غير حاجه واحده؟ لا دلوقتي بس خد بالك عشان بس الناس ما تلخبطش، احنا كان عندنا حاجتين، واحده حاجه اسمها فيرتشوال، حاجه اسمها وتحتيها بعمل لها اوفر رايد، وفي طريقه ثانيه بعمل ايه؟ بقول له دي نيو، بقول له دي ايه؟ دي نيو. نرجع بقى للاساس ثاني، نركز بقى مع بعض ثاني. خلاص؟ هركز على المعلومتين دول، الفرق ما بين دي وما بين دي، مش عايزين ندخل اتنين في بعض. سيبك من فيرتشوال اوفر رايد، خلينا دلوقتي في مين؟ في نيو. انا دلوقتي عملت ميثود فوق وعملت لها نيو تحت. خلاص؟ لما كنت ايه؟ تعال نمشيها واحده واحده، مره نمشيها ايه وايه، ومره نمشيها بي وبي، ومره نمشيها ايه مبنيه على بي. هل ينفع نمشيها بي مبنيه على ايه؟ لا. خلاص نمشيها ايه مبنيه على مين؟ على بي. خلاص؟ نبقى ونشوف كل حاله من الحالات ايه؟ دي ايه بايه؟ طب ايه هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي ايه؟ لان ماليش دعوه بي خالص، وبي ما دخلتش في اللعبه خالص. كنترول اف 5 طلع لي ايه؟ حلو قوي، ماشي. طب لو بي وبي، طالما بي وبي يبقى
يبقى انا مش عايز اتاثر خالص بحكايه ايه ده، انا هي كلاس بي وبينشا كبي، فطبيعي هينادي على السي اللي موجوده جوه مين؟ هينادي على السي اللي موجوده جوه البي. فانا لو جيت عملت كنترول في خمسه كده نادى عليا وقال لي بي مفيش اي مشكله. حلو قوي. طيب عملتها بقى، طب عملتها ايه؟ عملتها بي وعملت لها نيو من ايه؟ ينفع؟ ما ينفعش، لكن ينفع العكس بس، اللي هو تبقى ايه الاساس واما اجي اشغلها شغلها كايه؟ كبي. حلو كده؟ بيحصل عمليه كونفرت، خد بالك في الحته دي، وبيحول النوع بي الى ويرده الى ايه في الاساس؟ ويرده الى ايه في الاساس؟ مش اللي عملت الكونفرت اصلا؟ صح، بيحاول تغيير القيمه اللي على اليمين بما توافق القيمه الا على الشمال. فده الكونفرت، وده اللي هيحصل، ده الكونفرت القديم اللي احنا قلنا قبل كده هو ده اللي هيحصل. لو عملت كنترول في خمسه كده ندالي على ايه؟ ما شغلش بي. ليه بقى؟ لان بي بيعمل هايد بس، بيخفي مين؟ بيخفي ايه؟ لكن لو انت عملت له تحويل فهو هيترد لمين؟ للسي بتاعه الاب، فهيشغل السي بتاعه الاب مش هيشغل السي بتاعه مين؟ بتاعه الاب. فهمت الفكره دي؟ لانه تم التحويل فشغل الايه؟ بتاعه الاب. لما تم التحويل، لما تم التحويل الحته الخطر مش دي، ده الطبيعي، ده الطبيعي. انا رديت نفس الاب فهشتغل بطريقه الاب. هنقولها كده مثلا، ونفترض ان الميثود اسمها سي دي ميثود العصبيه، خلاص والدك عصبي وانت عصبي مفيش اي مشكله خالص. حلو قوي. بس انت ممكن تبقى في الحاله العاديه لما تعمل انهيرت منه بس كده وتسكت، فانت ورثت العصبيه بتاعته بحذافيرها دي، ما فيهاش اي لبس خالص. طيب لو انت عملت هايد يعني بتقدر تخفي عصبيه والدك في اوقات معينه، يبقى بتظهر عصبيتك انت بس، صح كده؟ طيب لكن انا رديتك لوالدك، يعني جيت اقول ده ابن فلان وبتكلم على العصبيه بتاعت الوالد، ده انا عملت كونفيرت من ده للاصل بتاعه، فما اجي اتكلم هتكلم على مين؟ هتكلم على الاصل. ده الطبيعي، كل ده الطبيعي، يعني احنا ما اتكلمناش في اللي هو بقى المعكوس، فمش عايز الناس تلخبط من دلوقتي، خلاص لسه قدام اللخبطه يا اخي. حلوه، حلو، ده كلام جميل. اما بقى لو انا جيت بالمحدد الجديد احنا بنتكلم عليه، حاجه اسمها فيرتشوال، وجينا قلنا عملنا ايه؟ اوفر رايت. الاب عنده العصبيه بس العصبيه بتاعته فيرتشوال. قلنا فيرتشوال يعني ايه؟ قلنا افتراضيه او وهميه او كده. فهمت حاجه؟ خلاص يبقى نفهم شغلها. خلاص تفهم شغلها تفهمها، لكن تترجمها ما تفهمهاش. خلاص تفهم شغلها الاول، تعرف هي اشتغلت عملت ايه. خلاص وتحت اوفر رايت. ايه اللي هيحصل جديد؟ مش عارف. تعالى نجرب كل الحاجات عشان نبقى عارفين ايه الفروق بالظبط. ايه وايه؟ ما جيتش ناحيه مين؟ البي خالص، بس الايه؟ كانت دي فيرشوال. خلاص؟ لما اجي بعمل رن بيقول لي والله فيرشوال او مش فيرشوال مفيش مشكله، انا ما استخدمتش اي حاجه ثانيه خالص، ما فيش غيرها. هي ايه؟ هي ايه؟ خلاص؟ كويس قوي، ده المتوقع. طيب بي وبي، يعني عملتها بي وانشاتها بي، خلاص ونادت على سي، فقال لي ايه؟ قال لي انا هنادي على بي عادي. قلت له كلام جميل، انت كده انت والنيو متطابقين حتى الان، انت والنيو ايه؟ متطابقين ومفيش عندكم اي مشكله. طيب لو عملتها طبعا بي وايه، طبعا احنا عارفين ان احنا ما بينفعش. طيب ماشي، باخد لي حاجه واحده والحاله الواحده والاخيره. لو عامل اب وعامل ابن ومنشئ ابن، والابن اتحول الى ايه؟ الاب، بس المره دي فيرتشوال واوفر رايت. خلاص بقى؟ ماشي. وجينا عملنا ايه؟ تشغيل. ايه اللي حصل؟ بي. خلاص؟ هنا عمل ايه؟ كل اللي عايز يقوله خلاص؟ ان كلمة فيرتشوال ادت الاب اللي هو السوبر امكانية ان هو يتأثر بالابن، ودي الحالة الوحيدة اللي هتشوفها في البرمجة. خلاص؟ الحالة الوحيدة اللي هتشوفها في البرمجة اللي بيقدر الابن يغير يسمع فوق في الاب، الحالة الوحيدة. خدت بالك كله بيمشي بالعكس، الاب بيغير في الايه؟ او الابن اسف بيغير حياة الاب براحته. خلاص؟ لكن الابن مش يقدر يغير في اللي كان موجود فوق، صح؟ الا الحالة الوحيدة فيرتشوال. الا الحالة الوحيدة ايه؟ فيرتشوال. خلاص كده؟ يبقى فيرتشوال الحالة الوحيدة ان انا غيرت وخليت الابن
يغير حاجه، يغير حاجه واديته امكانيه ان حتى لو انشات على اساس اب بيرجع يسمع في حاجات بتاعت مين؟ بتاعت الاب. خلاص؟ بس خد بالك مش اب واب، لو اب واب والعمليه ماشيه عادي يعني ايه اكس بتساوي نيو ايه، فانت مش مرتبط بانه ابن، لان خد بالك الاباء لسه تيجي كتير. بمعنى انا ما اقدرش ابني اب اب يعني ايه بت اكس بتساوي ايه بتساوي نيو ايه واسمع من الابن، ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ لان ممكن يكون مش ابن واحد ويكون ابنين. عندنا دلوقتي بي بي كلاس اسمه بي مغير الموضوع، صح؟ وممكن يكون في كلاس اسمه سي مغير بطريقه ثانيه، وكلاس اسمه دي مغير بطريقه ثالثه، صح؟ فجاه ما شغل الاب بس بيشتغل كحاله الطبيعي، بيشتغل كحاله الايه؟ الطبيعي. اما لو انت قلت له خلي الاب يظهر بدور بي هيشتغل كمين؟ كبي. لو خلي الاب يظهر بدور السي هيشتغل كمين؟ كسي، طالما ان هو فيرشوال، طالما ان هو ايه؟ فيرشوال. خلاص كده؟ اكن كلمه فيرشوال دي يعني ايه؟ يعني مشيها كده. يعني ممكن تيجي كده بقول لك فيرشوال يعني ايه؟ يعني افتراضيا مبدئيا. فيبقى كانه المثل بتاعت الاب بيقول لك مبدئيا هي بتعمل كذا. خلاص؟ بس لو الابناء غيروا ما فيش مشكله هنغير معاهم. فهمت فكره الفيرشوال؟ خلاص. ودي الحاله الوحيده اللي تاخد بالك منها جدا. لما اكون عايز الابن يسمع في الاب، طب ايه الفايده؟ قول. ايوه ماشي. زميلنا بيسال سؤال هو نفس سؤالي، بس كويس ان السؤال اتسال بطريقتين لان في كل طريقه افاده. خلاص. فبيقول ايه الاستفاده من ان انا اعمل كده؟ ما انا اعمل كلاس اي 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 اكس بتساوي ايه نيو اي، او اعمل بي اكس بتساوي نيو بي وخلينا زي الناس المحترمين. ايه اللي خلينا ندخل ده في ده والعك اللي بيحصل ده؟ ايه الاستفاده من الايه؟ ماشي صبرا. ده سؤال. خلاص. سؤال انا كان بيقول ايه؟ هنستفاد ايه؟ لو جبت من ناحيتين هتلاقي هو الجواب. لو عرفنا ايه اللي ممكن نستفاده بالشكل دوت هيبقى الوضع مختلف. تخيل كده، تخيل كده ان انا عندي جوه الكلاس اللي اسمه بروجرام ده. طبعا هو كلاس اسمه بروجرام في السي، في السي شارب. هو اول كلاس بيشتغل بيبقى جواه دايما مثل اسمها مين؟ مش عايز اخش في التفاصيل دي، لكن يهمني وليكن الكلاس اللي اسمه بروجرام ده اللي هو بيرننج ده جواه ميثود بابليك. خد بالك بقى من الحته دي، عايز الناس تركز فيها جدا. نفس الناس تركز في الحته دي وتخش دماغها بجد. يعني بابليك فويد اسمها سي هلو. حد معترض؟ تستقبل مني بارامتر او ارجمنت. البارامتر ده نوعه ايه؟ قلت له نوعه ايه. خلاص. وعملت الاوبجكت بتاعه سي، عملت الاوبجكت بتاعه ايه؟ سي. وقلت سي دوت، قال لي ما فيش غير سي. قلت له ايوه. عرفت منين؟ قال لي عشان دي بتاعت الاب. حلو قوي قوي قوي. عايز اوصل ان انا عندي دلوقتي ميثود بوليمورفيز متعددة الأشكال. يعني إيه متعددة الأشكال؟ طبعا ما تبصش إن إحنا مبسطين الدنيا وبنكتب سطر واحد كود، ده قد تكون عمليات. يعني كلمة إيه دي يطبع إيه أو يطبع بيه، أنا أقصد بيها عمليات، والتانية بتعمل عمليات تانية، ودي بتعمل. فاهمين الفكرة؟ المهم جيت جوه سي هالو دي، قبل كلمة سي ماشي كفاية سي، عملت ايه؟ تطبع بقى سي دوت سي. الفكره كلها في تعدد الاشكال هنا ايه؟ قال لك السي هنا مبنيه على مين؟ على ايه؟ وايه دي بتقدر تستقبل جواها مين؟ ايه او اي شيء وارث منها. خد بالك بقى من اللقطه هنا بقى توسعت خالص. يعني البارامتر ايه؟ البارامتر ايه دوت؟ نوعه ايه؟ هتقول لي ايه او اي شيء بيرث منها. يعني كام نوع؟ لا مفتوحه ما اعرفش. لا مفتوحه ما اعرفش، ما اقدرش احدد هي كام نوع. ما اقدرش احدد هي كام نوع. ليه؟ لان والله على حسب اللي وارث من الاي دي انا ما اعرفش. طيب حلو قوي.
طب سي اللي جوه هتشتغل بتاعت الايه ولا بتاعت غيرها؟ هتقول لي والله برضو ما اعرفش. وهو كود واحد. تقول لي بقى بص سي اللي جوه تشتغل ايه؟ قال لي تنادي على سي بتاعت الاب. تنادي على سي بتاعت الاب في كذا حاله. عد معايا. في حاله ان البارامتر المبعوث لي هو اصلا مبني على ايه؟ فيبقى هو الاساس البارامتر ايه؟ ومبنيه بتساوي نيو ايه؟ وبعت قلت لي قول سي فهقول لك السي بتاعت الايه؟ ما فيهاش اي مشاكل دي. مع الناس الحته دي؟ ما تمنعش. مع الناس؟ هو الاوبج هو البارامتر ايه؟ وانت هتبعته كايه؟ هيشغل الميثود بتاعت السي جوه بتاعت الايه؟ فهيطلع لك الايه؟ ايه؟ خلاص كده؟ شيء فيها مشكله. طيب ده الشكل الاولاني بسيط. طب انا عاملها كبي ودي تنفع تتبعت ومنشئها كبي منشئها ك كبي خلاص وبعتها للميثود دي هتشتغل ازاي يا عمي؟ الله تقول لي هي بي ومنشئها ليك هتشغل السي بتاعك؟ الله دي ميثود هي وما رمتش فيها ما ادهاش فيها ايديك. البارامتر اختلف خلى الكود يشغل كود تاني. البارامتر اختلف خلى الكود يشتغل بكود ايه؟ تاني خالص. لا لا خد الثالثة الجميلة خلاص. طبعا الحالتين دول ثابتين سواء كان نيو او فيرجن سواء كان نيو او فيرجن او براي. الحالة الثالثة بقى هي المختلفة في كل بقى هي ايه بقى؟ افتراضا ان الاب كان عنده سي فيرجوال والابن عنده ايه؟ الميثود ديت اوفر راي زي الحالة اللي احنا كاتبينها دلوقتي. حلو كده؟ جميل قوي. وانا عملت الكلاس الكلاس اصلا دي البارامتر ايه؟ البارامتر اللي هو اسمه سي دلوقتي نوعه ايه؟ ايه؟ خلاص ودلوقتي احنا اتفقنا البرامج اللي ابعته هو ايه هو ايه بس مبني على مين؟ مبني على مين؟ على مين؟ خلاص كده وبعتناه. بص بقى بعتناه الحالة الطبيعية الحالة الطبيعية ها؟ لو باش الحالة الطبيعية بتاعتنا دي لو بنيو انا عامل هاي لو عامل هاي دي بتاعت الاب فاذا هيشتغل مين؟ هيشتغل الاب برضه. هيشتغل الاب برضه عادي. اما لو فيرتشوال هنا الاضويه خلاص هيشتغل بتاع مين؟ بتاع الاب. هيشتغل بتاع الدي بتاع الاب مش هيشتغل بتاع الاب. قال لي يعني العمليه اللي هو ما قدرش يفهم اللي احنا كله خلاص عادي. في عندي اب وفي عندي ابن. لو عامل اب مع اب بيشتغل حاجه الاب لو عامل ابن مع ابن بيشتغل حاجه الابن ايا كان الموضوع خلاص كده واضحه. طيب اما لو في فيرتشوال اوفر رايد العكس بيحصل عكس هو العمليه بتبدا دلوقتي هنا عامل نيو ولا عامل فيرتشوال اوفر رايد؟ لو عامل نيو برضه الاب هو اللي هيشتغل حتى لو انت عامل الاب ووارث وشغال من الابن كده كده برضه الاب هو اللي هيشتغل. اما الحاله الوحيده اللي هي فيرتشوال اوفر رايد الحاله الوحيده بقى اللي هو الابن اللي بيسمع مكان الاب. طب انا عامل ايه؟ ومشغله كابن فتلاقي لما اجي اشغل الميثود الفيرتشوال هي الوحيده اللي بتشتغل كابن ما بتشتغلش كمين؟ بس اللقطه ديت بصت ايه الميزه بقى هنا ايه؟ ان انا يبقى عندي عامل ميثود عامل ميثود معينه والميثود دي عاملها بشكل واحد بس وضعها على حسب البارامتر الاكواب بتاعتها بتختلف حسب البارامتر الاكواب بتاعتها بايه؟ فهنا هو جاي هنا جت من هنا اللقطه اللي كانت زمان جايه هنا مبدا اسمه البولي موربيد. والمفرد اللي هو التعدد الاشكال مش كانت المفروض كود واحد بس ساعات والله بيشتغل الكود بتاع الاب وساعات بيشتغل الكود بتاع الاب وساعات بيشتغل الكود بتاع هو الكود انت ما غيرتوش ده بناء على البارامتر اللي بعد مش بناء على البارامتر اللي بعد بقول اف حصل كذا اف لا هو على طول بناء على البارامتر هو بيشتغل على طول بيشتغل حاجات مختلفه تماما خلاص كده وصلت الفكره دي المهمه بتاعت او دي افادتها دي الافاده الاصليه بتاعت الايه؟ بتاعت الموضوع خلاص يبقى كني بالظبط اقولها تاني اخر حته فيرشوال واوفر رايد الراجل الاب هنا بيقول والله دي فيرشوال يعني مبدئيا يعني ممكن تتغير عادي ما عنديش اي مشكله هو معنى كلمه فيرشوال كده معناها خلاص فاجي الابن قال اوفر رايد معناها بقول له لا خلاص انا عيد صياغتها خالص عيد صياغه شغلها الحته اللي قلنا قلت لكم عليها فكروني وانتوا ما فكرتنيش طبعا. طب افترضنا انا عاوز اغير حاجه بتاعت الاب بس مش هلغيها يعني مثلا انا وارث العصبيه بتاعت المهم المعلومه الاولانيه دي في وصلت ستت ولا ازود على العك عكين؟ طيب لو انا عندي اكواد موجوده في الاب في السوبر وعندي اكواد موجوده في الابن في السب وفيرشوال عادي
وانا بقول الاب كان حاطط حاجه مبدئيه وانا هغيرها، بس لقيت نفسي انا مش عايز اغيرها يعني بصراحه. هو والدي كان عصبي فانا عصبي زيه بس بزياده شويتين يعني، فانا عايز ازيد على اللي هو عامله، مش عاوز الغي اللي هو عامله. احنا كده احنا عملنا ايه؟ لغينا. هو كان بيطبع ايه؟ انا قلت له لا هنطبع بيه، الموضوع انتهى خلاص، الموضوع انتهى. والدك عنده عصبيه، انت عندك عصبيه مختلفه تماما، خلاص كده. وخليت الاب يسمع فيه العصبيه دي، مش مشكله، مش مشكلتي، علمته بقى عايز يعمل ترنت او حاجه، ماليش دعوه خلاص. لكن القضيه بقى الجديده بقى ان انا بقول له لا، ده انا عاوز ازود حاجه على اللي موجود عند مين؟ عند الاب. ازاي اخلي بقى ديت تنادي على حاجه بتاعت الاب؟ قال لك تكتب كلمه بيز، وهنا بيز يعني مفهومه، ده حتى احنا بنقولها طول البيز كلاس، يعني الكلاس الايه؟ الاصلي. فقول له بيز دوت سي، بيز دوت سي، بقى معناها ان انا دلوقتي بقول له انا هزود حاجه على بتاعت الايه؟ حلو كده؟ خلاص، معناه ان انا بستدعي الشغل بتاع الاب وبعد كده بغير فيه او ازود عليه، او مش هغير فيه، انا زودت عليه. بقت الجديد القديمه كان بيقول ايه؟ الجديده المفترض دلوقتي بتقول ايه؟ وبتقول بي، وبتقول يعني ممكن تعمل حاجات تانيه كتير، بس معاها برضه الحاجات اللي بتاعت الاب دي في سواء كانت قبل او بعد. يعني قبل السطر ده انا هزود، هجيب حاجات الاب وازود عليها، او هزود حاجات وبعد كده هضيف حاجات مين؟ حاجات الاب زي ما انت عايز، على حسب اللي ما انت محتاج. لكن المهم انت استدعيت حاجات الاب بكلمه بيز، وبعد كده اسم الحاجه اللي انت عايزها من عند مين؟ من عند الاب. السؤال بقى اللي بيفرض نفسه، او الفرد اللي بيسال السؤال، بيقول ايه؟ ما دام كل حاجه تجيبها من تحت لفوق ومن فوق لتحتك، هتبقى ايه؟ تبقى غطيت كل الاحتمالات. السؤال بقى اللي بنقوله هنا ايه؟ مش عايز حد بقى يرد عليا، بس يكون يعني قلبه قلب اسد. خلاص، انا مش هقول ايه وايه، ولا هقول بي وبي، انا عارف انتوا شاطرين جدا في الحاجات دي. خلاص، انا هقول ايه؟ اكس بتساوي نيو بي. خد بالك بقى، هي ما غيرتش حاجه اهو، بس هنا اللي انا عايز اقوله ان انا بنادي على سي. احنا كنا عملنا ايه؟ المفروض نبعت الاكس كبارامتر لسي هلو. معلش، قلت له سي هلو مكتوبه ايه؟ قال لي ابعت وتبعت له الاكس، صح كده؟ ما الاكس دي اللي احنا عاملينها اهو. في بيقول لي بس انت عامل دي، انت المين معموله ستاتيك. قلت له صحيح، المين معموله ستاتيك. ايه بقى مشكله الاستاتيك دي؟ مرقوله، بس دلوقتي مش عايزين نلخبط دلوقتي، سيبكم من مشكله الاستاتيك دلوقتي خالص. المهم سي هلو، قال لي سي هلو عادي جدا، بس سي هلو هنا وبنادي على هنا ببعت له الاكس. بس الاكس هنا بقى بتاعتي دي المره دي هي ايه ومعمول على بي، فهتنادي على سي، فخلاص ثبتناها معروفه. ايه بقى لسه مثبتينها ولسه قايلين المعلومه؟ قلنا ايه؟ وخد بالك طالما دي فيرتشوال اوفر رايد يبقى هتسمع في بتاعت مين؟ هتسمع في بتاعت الابن، صح. بس خد بالك بقى لما تروح تسمع في بتاعت الابن، اسمع معايا الحته دي، يعني مش مركز، هتسمع في بتاعت الابن. لما رحت بقى عند بتاعت الابن كده، لقيت المره دي الابن ذات نفسه بينادي على حاجه بتاعت الاب وحاجه بتاعت الابن. طب لما هيجي ينادي على حاجه بتاعت الاب دي فيرتشوال، وانا غيرتها، هتفهم حاجه؟ واسكت خالص. عشان ما لخبطكمش انتوا غلابه، خلاص اما اجي اعمل ران طبعا هو هنا طلع لي ارمي، ارجع الموضوع خالص. هو بيقول لي هنا الميثود دي كانت معموله ستاتيك اللي اسمها مين، وانا مش قادر اشتغل غير ستاتيك. قلت له مش قضيتي اصلا خالص، ومش عايز اصعب على نفسي خالص دلوقتي. لما نشرح الاستاتيك يبقى نقول ايه؟ خليها زي ما كانت من غير ما اشيل ستاتيك. كنترول اف 5 طلع لي ايه بعد كده بي. يعني ما حدش يسرح بخياله ويفتكر ان انا لو عملت الاولانيه فيرتشوال فوق وتحت
كانت اوفر رايد، وانا في الاوفر رايد انا لسه ما عملتش اوفر رايد فعلا، لسه ما عملتش اوفر رايد. فلما هنادي على اي حاجه بتاعت الاب هتشتغل بتاعت الاب عادي، مش متاثره، مش ايه لسه ما اتاثرتش. انا دلوقتي بعمل التاثير بتاعي، انا دلوقتي بغير الاسلوب، يعني ايه اقولها تاني عشان تبقى واضحه قدامك، وانا بغير الاسلوب بتاعي لو نادي على حاجه الاب هتشتغل كحاجه الاب، مش هقول لك لا هتشتغل بتاع تغيير الاسلوب وانا لسه غيرته، وانا لسه غيرته. محدش يسرح بخياله قوي ان هو هيبدا يتم التغيير قبل ما هو يمد ايديه، خلاص. في حاله وانت لسه بتغير الكود وناديت على اي حاجه بتاعت البيز هتشتغل عادي كبتاعه الايه، كبتاعه البيز، مش متاثره باي شيء، مش متاثره باي ايه، باي شيء. فهمنا اللقطه دي؟ خلاص. وفي نفس الوقت لما يكون عندي اي حاجه جوه الايه، جوه كلاس الاب يعني، مثلا بابليك فويد تيست، عندي ايه ميثود فاضيه خالص اسمها تيست وحبيت انادي عليها، فاقول بيز دوت تيست، وبالطريقه دي انا بوصل من جوه اي كلاس وارث لاي حاجه عند الاب ازاي، بكلمه بيز، بكلمه ايه بيز. خدنا كلمه بيز لما اكون عايز انادي على اي حاجه تخص مين الاب، وخدنا كلمه ذس، ذس لما اكون عايز انادي على اي ممبر جوه نفس الايه، جوه نفس الكلاس اللي انا فيه. في فرق ما بين الاثنين، زيس بنادي على نفس الكلاس اللي انا فيه، اما بيز بنادي على الكلاس اللي ايه؟ على الحاجه اللي تخص الكلاس اللي فوق. يعني قول لي بالظبط انا خلصت دي خلاص اهو. لا على حسب هو منشأ ايه؟ منشأ كايه؟ كابن اه بي وبي يعني اه لا ايه منشا كبير ايوه ركب يبقى ايه بس عملنا له ايه عملنا له كونستراكتور ببي خلاص الاوفر رايد اشتغلت فكده هيطبع عليه هيطبع كده اه لما اجي انا بس الثانيه بقى نسيت اه عايز تعمل كلاس تاني ثالث قصدك لا مش بعد الاوفر سي اوفر رايد هنا هو يعني اه هو قلت له بيز دوت سي هيجيب لي البيز بتاعت ايه فوق بيز دوت سي بيز هنا بتاعت الاب لا ما عملش فين هو بيعمل لما بتنادي يلا الاوفر رايد خاصه بالايه ايوه وقت تنفيذها بس وقت تنفيذ مش كده خلاص كده كتبتها قشطه خلاص كده كتبتها ايه كتبتها يعني وقت ما تناديها تعمل الاسلوب بتاعها ما نادهاش فهي مش شغاله ايه يا جدعان ما حصلش ريبليس انا مش مسحت اللي مكتوب في الاب وكتبت جديد في الابن لا ما عادش كده بتاع الاب موجود وحاجه الابن موجوده لكن انا وبعمل اوفر رايد هو بيجي يشغل الميثود يلاقي الميثود دي اوفر رايد يعني دي بتلغي الشغل اللي فوق اه بتلغي الشغل اللي فوق فيلغي وقت اي وقت تشغلها امال انا ما مسحت ليه ما وصلتش اصلا في الاساس هي موجوده ما زالت موجوده بس انا وقت ما اجي بلادي هو بيلاقي كلمه اوفر رايد فبيقول لك لا الغي اللي فوق واشتغل بالشكل ده فانا بشتغل بالشكل ده مفيش اوفر رايد معناه ان انا بشتغل بالشكل الاولاني فبشتغل بالشكل الاولاني عشان كده جت كلمه تعدد الاشكال عشان كده جت كلمه تعدد الايه؟ الاشكال خلاص كده؟ حد ليه سؤال تاني؟ سؤالك العجيب اللي انت جبته ده كده تمام؟ فهمت؟ طيب انا